نقف مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في محاربة الشرك بالله عز وجل وتأصيل عقيدة التوحيد في قلوب الناس وقلوب المؤمنين. وهي من أقوى الآيات من القرآن الكريم التي تعالج مشكلة الشرك بالله وتقطع شجرة الإشراك بالله من أساسها. ونحن يا جماعة بنركز دائما في كلامنا على التوحيد والإيمان وننهى عن الشرك والبدعة، لأنه يا جماعة الشرك بالله أول حاجة نعلم، لأنه الشرك بالله أخطر ذنب. خلونا من الجوطة وكده نتكلم كلام رايق، الناس الجايطين برا ديل خليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فربنا قال في الآية دي أعظم ذنب وأكبر جريمة ربنا ما بيغفره الشرك بالله. لكن أي حاجة دون الشرك يعني أقل من الشرك ربنا قال أنا بغفره. ده السبب اللي بيخلينا نركز على المسألة الشرك، مش لأنه نحن بنكفر الناس، مش لأنه نحن بنكتل الناس. كلام ده كله كذب ودجل ونفاق. الجماعة اللي كتلوا الناس في مسجد كسلة ده معروفين شنو؟ معروفين، وحتى الحكومة بيّنت الحاصل، وده أمر إلى الحاكم. بالعكس نحن اللي بيكتلونا مش نحن اللي بنكتل في المساجد، صحيح ولا ما صحيح؟ فده الحاصل، عرفته؟ ده موضوع أصلا معروف، والكلام الذي يقال الآن ده فيه إدانة قانونية، صح ولا ما صح؟ أنت بتتهمني إنه أنا بكتل الناس، أنا ممكن أدينك قانونا لكن أنا ما فاضي لك، أنا دار أعلم الناس العقيدة والتوحيد وآيات من القرآن الكريم، ما فاضين والله. عشان كده نرجع للآيات دار نتكلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف في نهاية السورة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآيات دي بتنجم أي مشرك وأي إنسان من عباد القبور وأي داعية من علماء الضلال داري يسوق الناس من عبادة الله الواحد القهار ويخلي الناس يعبدوا الشيوخ من دون الله. بس الآيات دي
ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم انتبه انتبه معي ولا داير ننبز زي ما زول ده بينبز وهيبي وغيره. قرآن كلام علمي أسمعه وأسمع كلام الزول ده كنت سامعه أصلا ميس. قرآن ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل قل للناس كله مؤمنين وكفار لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي قل للناس أنا ذات رسول الله نبي الله سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم. قل لهم رغم ده كله أنا ذاته ما بملك لنفسي لا نفع ولا ضر ولا ضر. يبقى تاني في داعي زول يمشي لشيخ يقول له أبو الشيخ مرتي ما ولدت تدين الجنة؟ أبو الشيخ أنفعني ألحقني أفزعني مدد مدد يا شيخ فلان في داعي. الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ربنا قال لي ما بتملك لنفسك لنفسك مش كمان لغيرك لا نفع ولا ضر ولا ضر. وقدم النفع كمان لأنه ده المطلوب أصلا إلا ما شاء الله. مش كده وبس مش كده وبس. هناك في سورة الجن ربنا سبحانه وتعالى جاب نفس المعنى الآية دي هناك قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله ده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد. الرسول ربنا قال لي قول انت ذاتك ما في احد بيجيرك من الله قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته. سبحان الله الايات دي كلها ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول ده للناس انك ما بتملك لا نفع لا ضر لنفسك خلي تملك للناس ديل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ده يبقى يا جماعة تاني لا شيخ طريق طريقة لا فلان لا علان لا ولي لا صالح لا ملك لا إنس لا جن بيملك لك حاجة. الآيات دي واضحة نمرة اثنين في الآيات ميز ركز إنه كلامنا ده علمي من القرآن والله بنقدر للنفس والله أنا نبذك لما نعرقك يقع لكن ده ما دي ما حجة عرفتها ما حجة نحن نتكلم بالآيات. الجزية الثانية في الآيات ربنا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لو كنت بعلم الغيب كنت استكثرت من الخير وما مسني السوء أبدا أبدا. عشان كده المشركين جولوا النبي عليه الصلاة والسلام في سبب نزول الآيات دي ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالوا له يا محمد أتعلم هل تعلم أن الأرض أن هناك أرض جدباء ألا تعلمها فترحل منها؟ فربنا قال له قل لهم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الأرض الصالحة عشان يرحل الماء صالحة إلا ربنا يوريه ويخبر بها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب يبقى ما في شيخ طريقة بيعلم الغيب ولا في ملك من الملائكة بيعلم الغيب. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قل لا قل الآية لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فربنا عالم الغيب وحده لا شريك له. أما كلمة إلا من ارتضى من رسول عباد القبور بيقول لك ديل نحن ذات أيوة ربنا قال إلا استثنى منه استثنى شيخ طريقة استثنى رسول
والرسول هل بيعلم الغيب؟ ما بيعلم الغيب، وإنما المقصود في الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول ربنا يعلم ما غاب عنه أمور الجنة ومثل أمور النار، خبر النار وخبر عن نعيم القبر وخبر عذاب القبر وعلامات الساعة وما غاب عنه، وكون ربنا علم ما غاب عنه والرسول احتاج لربنا يعلمه معناته الرسول لا يعلم الغيب، لأنه احتاج لربنا يعلمه، لأنه لو كان بيعلم الغيب لما احتاج إلى الله أن يعلمه ما غاب عنه، فلما احتاج أن يعلم من الله ما غاب عنه دل ذلك على أنه لا يعلم ما غاب ولا يعلم الغيب. شكده هنا ربنا قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هنا في فائدة ثالثة مهمة جدا تنتبه لها، إن أنا إلا نذير وبشير. ربنا في الآية دي قدم النذارة، النذارة على البشارة يعني الترهيب على الترغيب، وفي آية أخرى قال بشيرا ونذيرا، قدم البشارة على النذارة. معناته شنو؟ معناته الدعوة أحيانا تحتاج تبدأ بالترهيب وتخوف الناس بعدك تجيب لهم الترغيب، وأحيانا العكس ترغبهم ما تخوفهم بعدك ترهبهم وتخوفهم بحسب الحال وبحسب حال المدعو. وفي فائدة رابعة في الحتة دي إنه يا جماعة الدعوة بتجمع بين الاثنين، بين الترغيب والترهيب. الزول اللي بيقول لك ترهيب بس خطأ، واللي بيقول لك ترغيب بس خطأ، والزول اللي بيجي بينكر الترهيب يقول لك يا جماعة دي والله بس كرهونا النار النار النار، ده برضه على باطل، لأنه ربنا ذكر النار في مئات الآيات في القرآن أو يزيد، وذكر الجنة في مئات أو آلاف الآيات في القرآن تقريبا. يبقى الاثنين مطلوبات بحسب حال شنو يا جماعة؟ المدعو. وإنت الآن ولدك في البيت واحد فيهم بتدي حلاوة تقول له صلي أو امشي الدكان أو اسمع الكلام هاك حلاوة، الثاني بتقول له والله لو ما صليت أنا بجلدك. في النهاية أنت ده داير له الخير وده داير له شنو يا جماعة؟ الخير. بعدك الآية البعدية ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم وجعل منها زوجها وهي نفس حواء، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لأنه أصلا الرجل للمرأة سكن والمرأة للرجل شنو يا جماعة؟ سكن. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تدل على وجود الله وعلى رحمته وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته، فالزواج دلالة وعلامة وقائد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من أول يوم في الزواج، من أول يوم في الزواج يقول لك والله الغنى صح فيه حرام، يقوم يجيبه مداح، يجيبه مداح، المداح اللي يجيبوه ده من قول التيت، قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم علم بالغيب منهم مجاهر كفر وشرك بالله. الزواج ده دلالة على التوحيد، لأنه آية من آيات الله تجي فيه جماعة يصل للشرك ولعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأن غير الله يعلم الغيب، مع أن الله تعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أها ربنا سبحانه وتعالى قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني جامعة، والحمل في البداية بيكون خفيف لأنه بيكون نطفة، فمرت به ماشى بيه وطالع بيه لأنه خفيف. فلما أثقلت في الشهور المتقدمة في الحمل المرأة بتثقل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا يعني من العيوب، يعني قال لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بعض المفسرين
وفي بعض التفاسير جاء في بعض التفاسير جاء انه ديل ادم وحواء جعلا له شركاء فيما اتاهما، لكن الكلام ده باطل وهو من الاسرائيليات. الصحيح ما رجحه العلامة السعدي رحمه الله، قال الخطاب الاول عن ادم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس ادم، وجعل منها زوجها ليسكن اليها حواء، نفس حواء، لكن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا الى قوله جعلا له شركاء فيما اتاهما الى قوله ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الخطاب هنا عن الجنس، جنس بني ادم، انه في ناس ربنا بنعم عليهم بالذريه وبالنعم بدل ما يشكروها يكفروها ويشركوا بالله. فهو انتقال من الحديث من الجنس الى الحديث الى النوع، نوع بني ادم، انه فيهم ناس بيشركوا بالله وينسب الولد لغير الله سبحانه وتعالى. في ولا ما في؟ مش الليله ناس ينسبوا الولد لغير ربنا، بس قبل ما يلدوا ذاته يمشوا للشيخ يدفعوا البياض، ومرات يكون ذهب، يقول لك شيخ فلان بيدي الولد بوقيتين ذهب، وشيخ فلان بيدي البت بوقية ذهب. من البدايه شرك بالله وكفر بالله، لانه ما في انسان بيهب الذريه، ما في احد غير الله عز وجل يستطيع انه يديك جنى او يديك ولد. ربنا سبحانه وتعالى قال: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اوع اوع تودي المراه لواحد فكي، تودي المراه لواحد فكي يدعي انه يديها الولد، والله اذا امنت بهذا الكلام هذا شرك بالله عز وجل، واذا فعلته هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لانه الجنى والولد والمطر وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فربنا نهى عن الشرك بجميع صوره، في الاقوال، في الاعمال، في الافعال، في الاعتقادات، ده كله باطل. لكن الايات ربنا سبحانه وتعالى قال: جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. ربنا عز وجل عالي وينزه نفسه عن الاشراك، ان يشرك معه احد، لانه لا يحتاج الى احد، لانه القوي المتين القاهر القهار القاهر فوق عباده. نحن في الحلقه دي وفي كل المنابر دار نربطك بالله، والله بالله، خلاص ما دار نربطك بشيخ، لا مننا لا من غيرنا، ولا دار نربطك بانفسنا، نربطك بربنا سبحانه وتعالى. لا حصل يوم انتهت الحلقه فرشنا لنا مصلايه قلنا لكم ارموا البياض، ما حصل ولا هيحصل. ليه؟ لانه دايرين نربط انفسنا والناس بالله سبحانه وتعالى، ولا دايرين نصل السلطه، ولا دايرين نحكم، ولا دايرين صفقه، ولا دايرين شكر من احد. دي دعوتنا كده. ربنا قال: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. اي مدعو، اي شيخ، اي فكي، اي بتاع قبه بينادوا من دون الله ضعيف، لانه ربنا قال ما بيخلق شيء، ما بيخلق ولا يخلق شيء حتى الضبانه. ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. الشيوخ اللي بينادوهم من دون الله دين والاولياء والصالحين، ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. شوف القران ده قوي كيف. ضبانه ما يقدر يخلقوها الاولياء والصالحين وشيوخ الطرق اللي بينادوهم من دون الله دين. عشان كده ربنا هنا قال: ايشركون ما لا يخلق شيئا
ما بيخلق شيء، ضبانة ما يخلقها. اثنان وهم يخلقون، هم مخلوق، هم مخلوق معناته عنده خالق، معناته هو ما الخالق، معناته هو ما الله، معناته ما يجوز تستغيث به ولا تنادي بالشدائد ولا تنده في الكربات. واحد، وهم يخلقون معناته كان عدم قبل أن يخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من عدم، فطالما كان عدم معدوم معناته كان ما في، معناته ما إله، لأنه كان معدوم كان غايب. وهم يخلقون أي مخلوق حيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فطالما حيموت معناته عبد مربوب ما رب، ضعيف ما قوي، حيموت ويخليك لو بتعبده الشيخ الطريقة ده حيموت وحيخليك، عشان كده تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله قال كده، الناس زعلانين ليه؟ ما عندنا غير الكلام ده، ما حصل دعينا لسياسة، ما حصل دعينا لأي حاجة، قلنا الناس تعبد الله. الدنيا جايطة ليه؟ لأنه في ناس دايرين انك انت تعبده وتحبله وتجيب له مرتك، عرفت كلامي؟ ها؟ وتدفع له البياض، وإذا مزارع عندك حواشة تجيب له الحصاد، وإذا راعي عندك بهايم تجيب له البهايم يشربها شوربة، يشربها ويضرب العتان ويضرب التيوس، يكون قاعد في قرته المنشار ما ينزلها. فلقوا دعوتنا دي بتقطع الطريق عليهم. ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ربنا قال والذين تدعو، والذين يدعو أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهناك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات ذات لما مشت في النهاية هناك ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله الشيوخ والفقراء والصالحين، الله قال عبادنا أمثالكم، عبد عبد زيك زيك وزيي، فادعوهم. إذا ما صدقت الكلام ده فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله مدفون تحت قبر تراب أو مبنية عليه قبة 10 طوابق وفيها نجف وفيها مكيفات، شفتها؟ لو دعيته ما بيستجيب لك. ليه؟ ربنا قال ألهم أرجل يمشون بها. الفقير مدفون ده عنده كراع بيمشي بها، مدفون ميت. أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، كل ما عندهم. معناته أنت أقوى منه، البتنادي والميت ده أنت أقوى منه، عندك كرعين أو ده واقف بيهم، وعندك يدين بتضرب بيهم وتبطش بيهم وتسعى بيهم، عندك عيون بتعين بيهم، عندك آذان، عندك آذان بتسمع عليهم تسمع بيهم، أنت أقوى منه. كيف تناديه؟ كيف تناديه؟ لا عنده أرجل كل ما تعطلوا تحت التراب الدودة كلهم، لا عنده يدين، لا عنده عيون، لا عنده آذان. ربنا قال قل قل ادعوا شركاءكم، كل الفقراء والفكية والصالحين، ثم كيدوني فلا تنظرون. ما بيعملوا أي حاجة. لنا كم سنة بنتكلم والجماعة دي يقول لك نحن بننفخكم والفقراء عندنا. يا أخي قالوا مالكين الكون، قالوا مالكين الكون، الكون مالكينه. طيب الكون لو مالكينه، أو ده نحن قاعد نتكلم عن العقيدة وعن التوحيد والإيمان، ليه ما قدرتوا توقفونا نحن من الكون ده؟ كذابين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قرآن واضح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.